التلفزيون الرسمي الإيراني يقول أن الانفجارات سببها تفعيل نظام الدفاع الجوي، والجانب الإسرائيلي ذكر أن هذا الخبر هو كاذب. كيف تعلق على ما تود إيران أن إيصاله من خلال الأخبار الرسمية، خصوصا وأنها ذكرت أن الانفجارات بسبب تفعيل نظام الدفاع الجوي؟ لا لا لا، ده كلام فارغ طبعا، ما تقوله إيران كلام فارغ وكذب، وتحاول فقط أن تضحك على مواطنيها. يعني بكل تأكيد، يعني أصلا عندما يحدث انفجار قوي وضخم، هذا ليس معناه أنه تم إطلاق صاروخ أرض جوي، يعني غير منطقي على الإطلاق. والصواريخ الأرض جوي عندما تقوم بالانطلاق من الأرض صحيح تحدث صوتا، ولكن ليس صوت انفجار ضخم. ثم بعد ذلك إذا ما طالت أهدافها في السماء لا يكون صوت الانفجار ضخم كما يحدث في الأرض. فبالتالي ما وقع داخل إيران هو ضربات إسرائيلية، والصور كانت واضحة في حجم الانفجارات والتفجيرات والنيران التي خرجت من هذه التفجيرات. إيران عودتنا على الكذب وستستمر في الكذب حتى تداري ما يحدث ضدها اليوم، خاصة إذا كانت ضربات قوية. يعني هناك كذب بواح يظهر معه أنه كذب حقيقي، وهناك كذب يعني من الممكن أن يمر، لكن ما تقوله ما يقوله المسؤولون الإيرانيون عن التفجيرات لا يمر طبعا. يعني إيه دفاعات الأرض جو ضربت وأحدثت الانفجارات؟ يعني ماذا؟ يعني ضربت نفسها مثلا، أو الأرض جو أصبح أرض ضرب في أماكن أخرى؟ تصريح وهمي واهي لا معنى له ولا يمر على أي محلل عسكري، وأنا لست محللا عسكريا.